ازيكم يا حلوين؟ النهاردة فيديو روتين جديد، هنعمل مع بعض حاجات كتير. تابعوا الفيديو معايا للآخر. أول حاجة هحضر الفطار، ده التركي مدخن وجبنة رومي وكمان مشروم فريش، أنا مقطعاه حتت كبيرة شوية عشان هو لسه هينكش، وبيضتين. هنشوف دلوقتي هنعملهم ازاي مع بعض. المشروم ممكن تستخدمي المشروم المعلب، طبعا انا دايما بحط المشروم في الاول. هشوح المشروم بس في معلقة زبدة صغيرة. انا دايما بحب اعمل البيض يا اما بالزبدة يا اما بالسمنة البلدي، يعني مش بحب اعمله بزيت خالص. بعد ما بشوحه كده شوية بحط التركي المدخن برضو ياخد تقليبة كده على النار، وفي المرحلة دي بحط الملح بس عشان اضمن ان هو توزع عليهم، مش بحط الملح يعني على البيض، علشان اضمن بس ان هو هيتوزع كويس. يعني يدوب بس كده اللي هو تقلبتين يشم النار مش اكتر. هو يعني هو بيتاكل كده اصلا، مش بسويه يعني ولا حاجة، هو زي اللانشون بيتاكل عادي بارد، مش لازم يتحط على النار. بس انا بحب اعمله كده، وبضرب البيضتين كده في الطبق وبنزل عليهم. وبس كده، فطار سريع ولذيذ وخفيف. وانا ده اكتر سندوتش صراحة بحبه، وكمان احيانا بعمله الصبح وانا رايحة الشغل، بس انا النهاردة طبعا اجازة، فانا هفطر وهروح السوق علشان عاوز اشتري خضار وفاكهة كتير، فقلت هروح السوق بالمرة. هحط على الوش كده جبنة رومي، ممكن جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اي حاجة بتحبوها. ممكن كمان تحطوا زيتون، بس انا ما كانش عندي. علشان الجبنة تسيح هوزعها بس كويس في الاول، واي غطا بتاع حل عندك يكون مناسب للطاسة هتغطي بيه بس علشان البخار يسيح الجبنة دي، لما تيجي تاكليها يعني تحسي ان الجبنة طرية او سايحة. وبس كده هفطر بسرعة، وهستعد ان شاء الله عشان البس ما تأخرش، عايزة اروح السوق وارجع قبل ما عمر يرجع من الحضانة. هفطر وارجع لكم تاني. عاوزة اوريكم الصن بلوك اللي انا بحطه دايما عشان الشمس، هو ده اسمه لاروش بوسي. هو في منه سبراي زي ده كده بخاخ بيترش على الوش، وفي منه كريم عادي زي كريم الاساس، وفي منه شفاف، وفي منه بلون. بس نخلي بالنا لو اشترينا البخاخ ده نشتري اللي هو مكتوب عليه كلمة سكين يعني للبشرة، لان في منه نوع تاني للجسم يعني للايد وللرجل وكده، للناس اللي بتنزل البحر. فهو انتي بترجيه كده كويس وبترشي منه. هحضر كمان الشنطة دي هاخدها معايا علشان احط فيها الاكياس يعني والطلبات اللي هشتريها. هي تقيلة صراحة، بتستحمل وحجمها كبير وبتطبق، بتتحط في الشنطة مش بتاخد مكان خالص. دي بتاعت حلة ضغط اللي هي السيف، كانت جايالي من السعودية، مش عارفة اذا كانت موجودة يعني في مصر ولا لا، بس بصوا بتطبق ما بتاخدش مكان خالص في الشنطة، وخفيفة يعني مش بتعمل ازمة خالص، احسن بصراحة من اي حاجة تانية كبيرة بتاخد مكان او ليها وزن، فدي بتنجز جدا. هعمل قهوة دلوقتي بسرعة قبل ما انزل. القهوة انا بعملها بمية ساقعة، بحط عليها السكر والبن، بحط نص كوباية مية ونصها لبن، علشان مش بحب طعمها ولا كلها مية ولا كلها لبن، فانا وصلت اني اخلي نصها كده ونصها كده. لما باجي احطها على النار ببقى مغطية عليها طبعا. هحضر الكوباية الورق دي علشان انا هاخدها اشربها انا وماشية في الطريق علشان ما تأخرش.
بحط العين اللي هي الكبيرة على العين الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده، دي العين بتاعت العين اللي هي التانية اللي هي اللي جوه. كنت بسخن عيش دلوقتي على البوتاجاز، فعمل ردة. المهم لما ارجع ان شاء الله هنضفه. القهوة ما نسيبهاش تفور يا جماعة، او الوش بتاعها يقلب. لازم اول ما تبدأ تفور كده من الجناب يبقى عيننا عليها. اول ما توصل خلاص للمرحلة دي باخدها واروح ايه اصبها على طول، عشان الوش بتاعها لو قلب بتبقى القهوة ما فيهاش وش. وبس كده هاخدها اشربها انا وماشية ان شاء الله في الطريق علشان انجز. هروح بسرعة للسوق واخلص الطلبات بتاعتي وهرجع لكم ان شاء الله اقول لكم انا جبت ايه. انا هروح بالعربية النهاردة، انا مش دايما بنزل بالعربية بس علشان انا رايحة كذا مشوار ورا بعض، وكمان هبقى معايا طلبات وحاجات كتير، فقلت لا هنزل بالعربية عشان انجز يعني، بدل زحمة المواصلات او ان انا افضل كل شوية اتنطط ما بين تاكسي وتاكسي. فالله المستعان يعني، ان شاء الله المشوار يكون لطيف متحصلش مشاكل. وبس كده انا جيت خلاص، رحت السوق بسرعة ورجعت. انا بحب اروح السوق اللي هو بتاع الدهار ده علشان بتبقى كل حاجة قدامي، يعني بختار احسن الخضار اللي عاجبني، مش ببقى ملتزمة. مثلا لو نزلت عند بتاع الخضار اللي جنبي فانا مضطرة ان انا اخد من الحاجة اللي عنده، حتى لو مش عجباني بضطر ان انا اخد منها علشان هي دي الموجودة. فانا قلت هنزل السوق بالمرة بما اني يعني محتاج حاجات كتير، وعمر في الحضانة فهبقى لوحدي فمش هبقى ملخومة طبعا زي لما يكون عمر معايا، لان انا بصراحة بخاف من الزحمة فمش بحب اخده معايا في المشاوير اللي زي كده، مع انه والله بيبقى مبسوط جدا وهو بيشتري الحاجة، يعني بحس ان هو ايه بيبقى حابب ياكلها اكتر. فانا جبت خيار، انا كل يوم الصبح لازم بديله خيار في اللانش بوكس بتاعه، واحيانا لو ما خدهوش الصبح بياخده بالليل. المهم ان هو كل يوم لازم ياكل خياراية على الاقل، دول كيلو ونص خيار ب10 جنيه، الكيلو ب8 جنيه. الجزر زيه برضو كيلو ونص بس حلو جدا، يعني تنقي الواحدة كده بوحدتها بصراحة ريحته جميلة جدا وطازة. وبصوا نضيف ازاي، اللي هو اصلا لو اتاكل على كده من غير ما يتقشر ما فيهوش اي مشكلة. جبت كمان الطماطم دي كيلو ب4 جنيه. انا عندي طماطم في التلاجة بس قرب يخلص، فقلت خلاص هشتري كيلو واحد بس علشان اضمن ان انا منزلش مرة كمان يعني. وكمان انا جبت فلفل علشان هعمل منه شوية محشي، دول كيلو ونص برضو ب10 جنيه، بس حلو جدا. انا حاولت انقي يعني على قد ما اقدر اللي هو ينفع يتحشي، لانه كان فيه اللي هو ايه بيبقى معجون كده في بعضه، الفلفل ده بيتقطع في سلطة مثلا او حاجة، فبينفعني برضو لو عملت شاورما لو عملت اي حاجة تاني بتحتاج فلفل بجيبه. بس حاسه ان الكميه دي كتيره قوي عليا يعني وانا قاعده لوحدي، فقلت هعمل منهم حبه محشي وهسيب الباقي بقى في الثلاجه ان شاء الله ما يبصش. جبت كمان الليمون، الليمون الكيلو ب15، جبت دول ب5 جنيه. انا ما عنديش ليمون خالص، فجبت شويه حلوين. وجبت كمان ربطة النعناع دي علشان عاوز اعمل عصير ليمون بالنعناع، انا بحبه وعمر بيشربه ومفيد يعني عشان البرد، وانا اصلا متبهدلة وهو كمان مسكوم، فهينفع. وكمان عشان السلطة لو عملت اي حاجة محتاجة ليمون هحتاجه، وبيقعد فترة عندي الحمد لله يعني مش بيبوظ. جبت كمان بطاطس، دول كيلو وربع ب10 جنيه، كيلو بتاعها ب8 جنيه. عايزه اقول لكم ان كان في كذا نوع بطاطس موجود، يعني كيلو كان ب5 وفي ب6، بس ده ب8. انا عندي بطاطس حوالي 2 كيلو في التلاجة، بس البطاطس مش بتبوظ سواء في التلاجة او بره التلاجة، فقلت هجيب ب10 جنيه بس علشان
لو خلصت ما اضطرش ان انا انزل اشتري. جبت كمان موز، الموز كيلو وربع ب10 تقريبا او كيلو ونص، مش فاكره، بس حلو يعني وهيستحمل هيقعد. وبرده بحط العمر معاه في الحضانه. جبت كمان اليوسفي ده، هو مش عارفه يوسفي قالب على برتقان كده، بس ريحته حلوه، والراجل قال لي ان هو سكري فان شاء الله يطلع مسكر علشان عمر يرضى ياكله برده عشان البرد. جبت كمان البنجر، البنجر الكيلو بتاعه تقريبا ب20. جبت دول ربع كيلو او ازيد شويه، مهم يعني ان دول ب5 جنيه، فكتير طبعا يعني. هي بتتحط على السلطه واحده او نص واحده، فدول كانوا 2 4 6 8 وحدات، فهيقعدوا كتير. وبرده عندي جوافه، فعاوز اعمل عصير جوافه بالبنجر، لاني عمر عنده انيميا فبحاول ان انا ادخله البنجر في حاجات كتير. جبت كمان خضره عشان المحشي، انا عندي بقدونس في التلاجة، فجبت ربطة كزبرة وربطة شبت واحدة بس، مش بجيب كتير لانه بيبوظ بسرعة، فما جبتش كتير، جبت دولة بس. دولة الحاجات اللي جبتهم من السوق. بعد ما خلصت كنت عايزة اشتري هدوم لعمر علشان دخلت الشتاء، احنا اصلا لسه في الغردقة، الجو مش شتاء اصلا، فاحنا لسه مصيفين ولا حتى لابسين خريفي، بس قلت ايه هنزل اجيب له حاجة خريفي كده علشان الجو. فما لقيتش، لقيت كل المحلات لسه قافلة تقريبا، كله بيفتح بالليل، فهضطر ان انا انزل مرة كمان بالليل. بس لقيت السليبر ده للعمر، هو تقريبا بناتي لانه كان كله معروض مع حاجات بنات، بس لقيت لونه لبني فهيمشي ولادي، فقلت مش مشكلة هجيبه. بصوا هو نعله من تحت بلاستيك يعني ممكن ينزل بيه في الشارع، بس انا مش هخليه ينزل بيه في الشارع يعني، هلبسوله في البيت لما الجو يبرد علشان السيراميك بيبقى ساقع وهو ما بيرضاش يلبس اي شرابات. وده كان سعره 35 جنيه. تمام، من نفس الراجل برضو لقيت عنده السليبرات دي، خلاص اتشهرت جدا، بس ده انا ما كنتش عاوزه اجيبه لانه كنت بشوفه ناشف، انما ده بصوا طار ازاي، حتى النعل بتاعه يعني بيتني، وبرده ممكن انزل بيه في الشارع، بس برده انا جايباه للبيت يعني. انا من بدري كنت عاوزه اجيبه بصراحه، بس ما اعرفش يعني، كنت بشوفه وانا معديه كده فكنت بكسل اصلا. جبت كمان بقسماط عشان الفطار الصبح ليا او العمر، واحيانا بالليل بيقول لي عاوز شاي بلبن بقسماط، وانا كان اللي عندي خلاص يعني قرب يخلص، فاضل كام واحده بس، فقلت هجيب بس ربع كيلو، مش هجيب كتير عشان لما بيقعد يعني ريحته بتغير ومش بيبقى طعمه حلو ومش بيبقى مقرمش. وكمان انتوا لو لاحظتوا هنا في الغردقة عموما الرطوبة عالية، يعني الحاجات اللي هي النواشف دي لما بتتساب بره كده في الجو بترطب يعني، مع الوقت بتبقى طرية كده، بتفقد الطعم بتاعها والقرمشة بتاعتها، فغصب عننا ما بنجيبش حاجات كده كتير يعني واسيبها من بره، الا اذا لو حطيتها في التلاجة، وطبعا انا ما عنديش مكان في التلاجة ان انا حتى البقسماط اشيله فيها، فبسيبه من بره. بس الاكياس دي بتخليه ناشف شوية، مش بتخليه ياخد رطوبة. احنا هنا في الغردقة ما اتمنعت عندنا كل الاكياس البلاستيك، فكل السوبر ماركتات والمحلات بتبيع في اكياس فايبر كده زي دي، عشان بتضيف في المية وعشان نحافظ على البيئة والكلام ده. بس هي الحاجات بتاعت السوق بس اللي هم البياعين لسه بيبيعوا في الاكياس البلاستيك دي، مش فاهمة ليه يعني، اشمعنى هم يعني، محلات كتير قوي كنت بشوفهم لسه بيستخدموا الحاجات البلاستيك دي، كانوا بيقفلوا لهم المحل وبيصدروا الحاجات البلاستيك وكده، بس في السوق بس هما اللي سايبينهم يبيعوا فيه. فالكياس دي لو هتستخدموها او لو متوفرة عندكم وبتجيبوها، ما تحطوش فيها العيش يعني، العيش الفينو والعيش الكايزر والحاجات اللي احنا مش عاوزينها تنشف، لان الكيس ده بينشفها جدا. فده كويس لما بيبقى في حاجة كده من المخبز يعني، حلويات او المعجنات بتاعت الفرن او البقسماط ده،
بسيبه فيها علشان بيخليها تنشف، يعني مش بيخليها تاخد رطوبة عكس الأكياس البلاستيك دي. وبس كده يا حلوين، دي كانت الحاجات اللي انا جبتها دلوقتي. هروح بسرعة اغير هدومي واستنى عمر لما يجي ونتغدى، وابدأ بقى انضف الخضار اللي عايز يتنضف، واشيل الحاجات دي في العلب بتاعتها في التلاجة ان شاء الله. بس بعد الغدا هتغدى وارجع لكم تاني. عندي العلبة البلاستيك دي علبة بلاستيك عادية جدا، ولا بلاستيك صحي ولا تابروير ولا كل الكلام ده، اي علبة بلاستيك عندك بس يكون غطاها كويس. بحط فيها فوطة من تحت كده وبس، ببقى حاطة فيها الخضار بتاعي. الطماطم دي مثلا كان بقالها اسبوع او 10 ايام في التلاجة، وبصوا قاعدة زي ما هي، مفيش غير دي مثلا اللي فيها نقطتين كده بس. طبعا الكلام ده في الدرج بتاع التلاجة عندي بيبوظ، فانا اول باول باخد الخضار اشوف اللي هستخدمه، بخليه قريب مني دايما في العلبة دي، وعندي كذا واحدة منهم. بحط فوطة كده صغيرة وابدأ ان انا ارص فيها الخضار، سواء الجزر او الخيار او الطماطم، وكمان الخضرة دي اكتر حاجة بتحافظ لي عليهم. يعني بصوا الفجل الاحمر ده بقاله 15 يوم عندي في التلاجة، الفلفل ده برضو كذلك بقاله 15 يوم قاعد زي ما هو. مفيش بس غير كده احيانا بيبقى عليه بعض الرطوبة من المية فبيتمسح بيبقى زي ما هو. الفلفلاية دي برضو انا كنت واخدة منها وسايبة نصها كده في العلبة بالبذر بتاعها، برضو قاعدة زي ما هي مفيهاش اي حاجة. فدي فكرة كويسة. وبرضو بعد ما بخلص بحط فوطة تانية برضو نفس الفوط دي من فوق، وبعد كده بقفلها بالغطا بتاعها. بصوا الغطا بتاعها مع الوقت بيبقى فيه كده رطوبة برضو من الخضار، فكل ما باخد حاجة من العلبة بفوطة كده وبنشف المية بس اللي فيها علشان ما تنزلش على الخضار، وبس كده. وبحطها في اول درج في التلاجة، والخضار بيقعد عندي 10 ايام واكتر. وكمان في حاجة حلوة بعملها، بحط معلقة الستانلس، معلقة صغيرة كده من بتاعة الشاي مع الخضار قبل ما اقفل، برضو بتحافظ على الخضار. بصوا بحط معلقة كده زي دي وسط الخضار، وبعد كده بحط الفوطة واغطي، وبس كده الخضار بيفضل فريش. وكمان الليمون يا جماعة، الليمون من الحاجات اللي بتبوظ بسرعة وبتعطم بسرعة، فمن ساعة ما بدأت أعمل بصراحة كده الخضار بقى يعيش عندي، وما بقتش شايلة هم خالص الموضوع ده. فجربوها، لو بتجيبوا خضار كده بالأسبوع اعملوا الحركة دي، بجد بتنفع قوي، خصوصا للناس اللي هي مش فاضية ان هي تنزل تشتري خضار أول بأول، فدي حاجة حلوة جدا. بصوا خلاص انا حطيت الخيار والجزر اللي عندي، طبعا العلبة ما شالتش كل الكمية، تقريبا بتشيل 2 كيلو خضار او اكتر شوية، بس مش هعبيها على الاخر عشان ينفع ان هي تقفل. بعد ما بخلص الخضار كده بحط معلقة، وبعد كده احط الفوطة وادخلها بس كده كويس حوالين الخضار واغطيها وخلاص كده. ده كده الخضار بتاعي جاهز ان انا استخدمه اسبوع. انا مش بغسل الخضار يا جماعة، انا بسيبه زي ما هو. وباقي الخضار ده هشوف علبة تاني ان شاء الله هحطه فيها. بصوا الجزر مثلا لو عندي حاجة زي كده، يعني احيانا بيبقى فيه مية كده في الكيس ممكن تبوظ الخضار وانا جايباه في الطريق، ده ما حطيتهوش في العلبة، ده هخليه من بره كده علشان دول استخدمهم في الاول. وبس برضو قبل ما اشيلهم بره كده امسحه كده بس بالفوطة عشان المية دي ما تبوظوش اكتر. وبس كده العلبة دي اخدت كل الكمية اللي عندي، بس دول كده باقيين فناكلهم في الاول، وباقي الخضار هحطه في علبة تانية دلوقتي. لقيتش العلبة التانية اللي بحط فيها الخضار فاضية، فتصرفت وحطيت في السبت ده. برضو حطيت فوطة من تحت ومسحت الخضار كويس، وهبدأ ان انا اغطيه بفوطة كده نظيفة، وبرضو احطه في التلاجة. وحطيت معاه برضو معلقة
وهحطه في مع العلبة التانية في التلاجة. بصوا انا خلاص دخلت كل الخضار مكانه في التلاجة. دلوقتي هشيل النعناع، بشيله في علبة ازاز كده، بس بحط منديل اول من مناديل المطبخ، وببدأ ان انا بقطعه كده ورقة ورقة واغطيه بالمنديل، وبحط معاه معلقة برضو، وبقفل خلاص العلبة دي. بيقعد اكتر من 20 يوم اخضر كده زي ما هو. طبعا لو هشرب بيه شاي، لو هعمل بيه عصير، بحتاج ان هو يبقى طازة يعني مش مجفف. فهي ربطة واحدة كده بجنيه، بس بتقعد معايا يعني كتير. احنا خلاص دلوقتي اتغدينا، غسلت المواعين بسرعة كده، الحمد لله ما كانوش كتير. كمان كنت بعمل لسان عصفور، فدي العلبة اللي انا بشيله فيها، بشيله متحمص وجاهز كده. فهي خلص دلوقتي فغسلتها، علشان لما اعمل دلوقتي ان شاء الله احمره تبقى العلبة نظيفة. دلوقتي بس بقيلي الخس ده، انا لسه جايباه النهاردة مع الحاجات اللي جبتها من السوق، فهغسله بسرعة واشوف اللي مش كويس فيه عشان ارميه. بحطه في طبق كده كبير في جوه الحوض، وبنقعه شوية في معلقتين خل مثلا، ربع ساعة بس مش كتير عشان ما يتهريش، وبعد كده بسيبه يتصفى من بره. وبعد كده بحطه في علبة في التلاجة، وبيبقى جاهز ان انا اطلع منه في اي وقت واكل منه، مش لسه يعني هستنى اغسل وكده، عشان ده بيخليني اكسل. فلما بغسله كده كل مرة واحدة بطمن ان هو نضيف، فبسحب منه على طول. هغسله وبعد كده هشوف ورايا ايه. بصوا انا خلاص كده قطعتهم وشفت البايظ منهم او الوحش ورميته. حطهم كده في شوية مية، هحطهم كده في شوية مية، وبس هحط معاهم معلقتين خل مثلا او حاجة، وهسيبهم كده بس 5 دقايق، وبعد كده هشطفهم واطلعهم. بالنسبة للعصب ده اللي بيبقى بالخس، انا ده بحبه جدا، بحب اقشره كده واكله زي الخيار، بيبقى طعمه حلو، فطبعا مش هرميه. خلاص كده حبايبي، بصوا شطفت الخس كده بسرعة من المية، حطيته على فوطة نظيفة عشان يتصفى كويس من المية، ما ينفعش شيل في التلاجة بالمية بتاعته دي عشان هيبوظ. ودي القلوب بتاعت الخس اللي كانت من جوه. طبعا انا دلوقتي هاكلهم كسناكس كده. وده العصب نفسه بتاع الخس بعد ما قشرته، حطهم في طبق كده وهطلع كلهم برا انا وعمر قدام التلفزيون. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الفيديو تحت، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب قوي. مع السلامة.